جاحات لا شوف شوف وانا عمك ترى انا ما انا بخايف تراي لا انا بس استعمل اقصى درجات الاستعداد بس ايه بين عليك بين عليك وشكلك تمارس المكر والدهاء ها تحسسهم انك خايف عشان يروحون يا سلام عليك يا عبود ترى انا زين زيك لا ما تبزي انت واضح عليك الخوف انت انا هين غير اختلف عنك لا يا رجال والله سلام عليك وش بلاكم وش بكم انت عبود انت خبل انت وش بلاك وش بكم وش هتسافر وراكم زي ذا الطمع تقل على لهبة الاستعداد وش لهبة وش لهبته بعدين انت ما تعرف تسلم شوي شوي فرحان بنا انت والله فرحان بكم يا ابو سالم سلامات وش السالفة شوف هذا اللي ما ادري جا وصغط شوف 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 تجمد شوف شوف له علاج ولا شوف له حل بسم الله عليكم الرحمن الرحيم هجيب لكم عصفر ولا شيء عصفر ترى ما احنا مخايفين تحس بلا خايفين عاد لا ما احنا بخايفين لا بس جيب لنا كيلوين عصفر وش السالفه طيب المونا السالفه افا افا يا ابو سالم افا والله ما هقيته ما هقيته لا انت ولا عبو هذا ابو سالم على سنه ورمح يخاف من صالوك عربجي منتف واحد صعلوك عربجي يخوفكم ما صدق بلا ما شفت شكله انت يخوف شي مهول ليتي بس كنت موجود عندكم يوم ابو تسوي ليتي موجود عندكم ما يعرف ابو جابر ذا منه عصب انا لا مني عصبت وتنرفزت افقد جميع معاني الاحساس والرحمه انا اصير سعلو أصير شخص مختلف غير أفقد جميع معاني الإنسانية أقتل وحش جرانديزر شخص ثاني أي. ما تعرفون أن أنتم لا مني عصبت أنا أختلف عنك يا أبو جابر أنا تعرف أنا رجل حكيم وأستعمل أقصى حالات تأهب النفس وضبط النفس صح إيه وهذولا تعرف هذولا مشكلة هذولا ناس عندهم نقص يجون يسرقون ويفحطون ويضربون ليش عشان يثبت انه رجل يعني ليش يعني انه حاسس بالنقص ما والله ما احب اتنمر على حد لا تنمر بس ما يمنع انه خوفكم خفت ولا ما خفت يا ابو سالم خفت ولا ما خفت يا عبود خفت السلام عليكم وعليكم السلام هلا والله وسهلا حياك هلا عندك استاذنا انا يا اخوان سب وين انا لا مني عصاب تفقد الانسانيه وافقد الاحساس وشي وين صلابك اللي قبل شوي وين لا انتم ما علمتوني انه من الوزن الثقيل انا لعبتي وزن الذبابه هو وزن الريشه